صفات طاب من بها اقتدى، سكنت قلب سيد الأنام أحمد. يا عائشة حبيبة المختار ورفيقه في الغار، تبعت نهج كل المرسلين، نزهت ربي عن مكان ومثيل، جل الإله ربي عن الأشباه تعالى الغفار. عائشة يحيى هواك فينا في مدى الدنيا، صديقة نرجو اللقاء في جنة عليا، بنت أبي بكر مولاي رفيق النبي ذي الأنوار. عائشة يحيى هواك فينا في مدى الدنيا، صديقة نرجو اللقاء في جنة العليا، بنت أبي بكر مولاي رفيق النبي ذي الأنوار. بوصفها أذابت القلوب للمصطفى، فكم قلب غدا به يذوب. كانت لديه بين النساء إليه أحب موالا، هي أفقه النساء في المؤمنات، وزوجة المختار في حمى الجنات. أحبها لا تؤذوني بها، قالها المختار. عائشة يحيى هواك فينا في مدى الدنيا، صديقة نرجو اللقاء في جنة عليا، بنت أبي بكر مولاي رفيق النبي ذي الأنوار. عائشة يحيى هواك فينا في مدى الدنيا، صديقة نرجو اللقاء في جنة عليا، بنت أبي بكر مولاي رفيق النبي ذي الأنوار. في حجرها خير الأنام مات، كانت له رفيقة بالعيش والوفاة. يا سعدها أمسى في بيتها مثوى رسول الله. عائشة يحيى هواك فينا في مدى الدنيا، صديقة نرجو اللقاء في جنة عليا، بنت أبي بكر مولاي رفيق النبي ذي